بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان فحق وعيدي. فحق وعيدي وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك. يعني السنة الإلهية بالنسبة للمخالفين لا تتغير ولا تتبدل، فمتى وجدت المخالفة وأيس من الاستجابة حق الوعيد وحقت كلمة العذاب. والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، وما نعيشه في زماننا من مخالفات، مع أن الله جل وعلا يوالي علينا من النعم ما لا نقوم بشكره، يخشى منه من سوء العاقبة. فلو قرأنا في المجلد السادس من نفح الطيب وجدنا الصورة مطابقة، لكن نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. فالسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، يعني ما استثني من الوعيد الذي حق على هؤلاء المكذبين إلا قوم يونس، استثنوا لما رأوا العذاب آمنوا، وإلا حق الوعيد ورأوا العذاب ما فيه. سنن لا تتغير ولا تتبدل، ما في. إذا رأيت المقدمات، مقدمات الفتن ومقدمات الشرور والعذاب، تقول آمنت، ما يكفي، أعطيت فرصة ومهلة وعندك ما يدلك على الصراط المستقيم، ومع ذلك خالفت بطوعك واختيارك، تحمل. يقول فحق وعيدي وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك. لا يضيق صدرك من كفر قريش بك. وفي هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان عليه الصلاة والسلام يعني الأرجح عنده والمفضل عنده أن يستجيبوا له وينجون بسببه، لكن الذي يخالف مع الإصرار والعناد يتحمل. الذمة برئت من تبليغه. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله جل وعلا، أولا يجب أن يكونوا على بصيرة من أمرهم، وأن يقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وما عليهم بعد ذلك إلا البلاغ. أنك تدعو وتدعو وتدعو لا ترى مستجيب، لا يعني أن هذا خلل فيك أو في دعوتك، وإنما النتائج بيد الله جل وعلا والقلوب بيده سبحانه وتعالى. أنت عليك أن تبذل السبب، تأمر وتنهى وتدعو، إن استجاب المدعو وإلا فالأمر ليس إليك، ليس لك من الأمر شيء. هذه قيلت لأشرف الخلق، فلا يضيق صدرك مثل هذا. نعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لكن لا يعني أنك تحترق أو تبخع نفسك أو تقتل نفسك إذا لم يستجب لك أحد. أنت أجرك ثابت، وأما قال العقوبة على المخالف، النتائج بيد الله جل وعلا، ومن نعم الله جل وعلا أن رتب الأجر على بذل السبب لا على النتيجة. وبعض الكتاب المعاصرين، مع الأسف أن كتبهم تتداول في المكتبات، يقول إن نوحا فشل في دعوته، يعني 1000 سنة إلى 50 عام ما استجاب إلا نفر يسير، ما استطاع أن يؤثر على ولدي ولا على زوجته، دعوته فاشلة. مثل هذا يقال في حق نبي، في حق رسول، ويتطاول أيضا على أشرف الخلق ويقول إن محمدا فشل في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينة. ما على الرسل إلا البلاغ. الدعاة أتباع الرسل الذين يدعون إلى الله على البصيرة قد
لا يستجيب لهم أقرب الناس إليهم. ولو فتشنا في بيوت العلماء الكبار وجدنا في أبنائهم مخالفات، وجدنا في نسائهم مخالفات، لكن هل يعني هذا أنهم ما بذلوا؟ بذلوا يا أخي، لكن الهداية بيد الله جل وعلا، لا يملك القلوب إلا الله جل وعلا، عليك بذل السبب. كثير من 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 حتى من طلاب العلم يتندر يقول شوف فلان انشغل بدعوة الناس وتعليم الناس والمصالح العامة والخاصة، وشوف أولاده شلونهم. أنا نعرف من شيوخنا أنه يتقطع أسى على أولاده، وبذلهم من جهده ووقته وماله ما يسعى به إلى إصلاحهم، لكن ما بيدحي له. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يفرط في تربية أولاده ونسائه وأطرهم على الحق ثم يقول النتائج بيد الله. ابذل والنتائج بيد الله، أنت عليك بذل السبب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.